صباح الخير وصباح النور وصباح السعادة على قلوب كل من يسمعنا حاليا ويتابعنا عبر أثير إذاعة الشبيب. اليوم إن شاء الله راح يكون معنا حوار جدا جميل وأيضا شيق عن منصة إنتاجي وأيضا مجموعة عمران التي أطلقت هذه المنصة. تفاصيل أقرب إن شاء الله مع ضيفتنا لهذا اليوم في هذا الصباح بدرية بنت عبد الرحمن السيابية مديرة إدارة الاستدامة والمحتوى المحلي بمجموعة عمران. بداية صباح عليش بالخير. صباح الخير شيماء، كيف الحال؟ حياك الله. بالعكس واجب، كيف الأمور؟ إيش الأخبار معاش؟ الحمد لله، الله يسلمك. اللهم لك الحمد. بداية بدرية ودنا نتكلم عن منصة إنتاجي، فكرة هذه المنصة وأيضا فكرة إطلاقها. منصة إنتاجي هي منصة إلكترونية هدفها إبراز المنتجات العمانية في الصنع وأيضا الخدمات المحلية في قطاع السياحة والضيافة. جميل. كخطوة أولى خلينا المنصة تربط الموردين والمصنعين مع 24 مؤسسة من مؤسسات شركة عمران، بس في خطوات قادمة إن شاء الله راح يزيد هذا العدد بإذن الله تعالى. إيش هي الأهداف اللي تسعى يعني هذه المنصة إلى تحقيقها؟ مثل ما خبرت الشيماء، المنصة أصلا هي أول منصة على فكرة سلطنة عمان تدعم المنتج العماني والخدمات العمانية في قطاع السياحة والسفر وأيضا الضيافة. أهداف المنصة كثيرة، بس بلخص الأشياء في عدة أهداف. أهمها طبعا تعزيز المحتوى المحلي والجهود القائمة في هذا المجال، دعم تنافسية المنتجات العمانية، توزيع وزيادة فرص الموردين. أنت لما تسجل في المنصة معناها أن عندك فرصة أكبر أنك تتعرف على يعني مشترين أو طالبين خدمة أكثر. نفس الشيء دخول موردين جدد، يعني مثلا إذا فلنفرض أن فندق معين يتعامل مع موردين معينين، هنا بيكون عنده الفرصة أنه هو يعني يتعرف على موردين وخدمات أخرى ومنتجات جديدة. وأهم شيء إبراز المنتج العماني عالميا. طبعا إحنا نتكلم عن منصة إلكترونية، معناها أنه ممكن أي حد يدخلها من أي مكان في العالم. فهذه أهم الأهداف اللي تسعى إليها المنصة. نعم، وهذا اليوم أيضا يعزز الجانب قطاع السياحة اللي موجود معنا في سلطنة عمان، إنه فعلا إنه في بعض المنتجات العمانية، وحنعرف اليوم إن أي شخص إذا وده فعلا أن يثق بأي منتج فالمنتج العماني اللي هو يستاهل ويستحق هذه الثقة بالكامل. أو صحيح، وعشان جودته نفس الشيء. نعم. حقيقة. جميل، خلينا نتكلم أيضا في جانب آخر، كيف اليوم تساهم يعني هذه المنصة في الجانب المحلي؟ يعني يمكن اليوم نقول إنه فعلا هي جالسة تساعد بعض الأشخاص ذو منتجات عمانية، ولكن هل مثلا في تسجيل معين؟ هل مثلا في آلية معينة لكل من ود إنه يدخل في هذه المنصة؟ إنزين، سؤالك منقسم لقسمين، أول شيء موضوع التسجيل، والشيء الثاني كيف ممكن أن أستفيد من هذه المنصة. نعم. بالنسبة لموضوع التسجيل جدا 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 سهل. اللي يبغى يسجل أول شيء خدمة مجانية. رقم واحد. رقم اثنين، في رقم احنا حطيناه من الساعة 8، يعني ممكن هذا يعني الشخص ممكن يتقبل الاتصالات من الساعة 8 إلى الساعة صباحا إلى الساعة 5. نعم. وبذكر لك الرقم لأنه مهم جدا هذا الموضوع لسهولة التسجيل، اللي هو 77-281-189 77-281-189، أو يدخلوا على الإيميل أو يرسلوا إيميل على info@intaji.com عمان، اللي هو الفندق سلطنة عمان، لأنه بيكون في تفاعل مباشر. نعم. أو حتى في فرصة أنه ممكن أنا منتجاتي توصل خارج السلطنة عن طريق المشغل العالمي هذا. نعم. فمجرد أن يعني التفاعل هذا الإلكتروني حتى يعطي مساحة أكثر لمعرفة أصلا الفرص المتاحة، يعني ما بس أنا أفكر إيش عندي حاليا، أنا نفس الشيء بيكون عندي كمورد إنزين أو كمصنع فرصة إني أعرف إيش اللي مطلوب في السوق لقطاع السفر والسياحة والضيافة. نعم نعم. طيب يمكن البعض يتساءل يعني هل هو مقتصر على الشركات أو حتى إلى المؤسسات الصغيرة المتوسطة؟ يعني من اللي يقدر إنه يستفيد من هذه المنصة؟ أي حد، يعني أي شركة مسجلة كانت. جميل. شركة كبرى، شركة صغيرة، شركة متوسطة، للجميع. رائد عمل عنده منتج عماني
مسجل كمنتج عماني نحن نتكلم، أو خدمة لها علاقة مباشرة بالقطاع ممكن إنه هو يدخل ويسجل. يعني 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 بجيب لك يعني مثلا احنا الحين ما مستهدفين العمل من المنزل في الوقت الحاضر، احنا مستهدفين الشركات اللي هي عندها قدرة انها توفر بصورة سريعة وبجودة خلينا نقول جيدة الى ممتازة خدمات في القطاع. هذه هي الفئة اللي مستهدفة. جميل. طيب بدري دينا اليوم نتكلم كذلك كرائد أعمال، يعني إيش اللي ممكن يستفيد منه خلال وجوده في هذه المنصة؟ يمكن هذا سؤال جدا طبيعي يخطر في باله. أول شيء هو مجرد تسجيله هو قاعد يتسوق حال عمره، يعني زي اللي مثل ما قلت لك منصة إلكترونية. نعم. مجرد أنت تسجيل وبلاش يعني أي حد ممكن يدخل إلى هذه المنصة. فهذه روحها يعني عملية تسويق للمنتج. نعم. وما تأخذ منك أنت جهد. واحد. رقم اثنين، احنا القطاع نفسه مثل ما احنا عارفين قطاع السياحة في نمو في سلطنة عمان الحمد لله. نعم. وعمان العمان اللي يميزها في التجارب السياحية ان احنا دائما نركز على التجارب اللي احنا نسميها اوثنتيك او بالعربي الاصيله العريقه اللي لها دخل مباشر بالعادات والتقاليد الموروث الثقافي، ومنها اصلا المنتجات العمانيه والخدمات العمانيه. نعم. يعني حتى مثلا نقول خدمه عمانيه مثلا الارشاد لما يكون مختلف، طبعا لما انا اكون مرشد سياحي عماني اتكلم عن عادات تقاليد وغير لما اكون انا وافد. نعم. فهذه التجربه سواء كانت عن طريق المنتج او عن طريق الخدمه هذه تلقائيا ترفع من قيمة الخدمات اللي تقدم في قطاع السياحة. نعم. واللي بيكون عليها طلب وبيكون عليها طلب بصورة أكبر. وطبعا هذا كله ينعكس على الاقتصاد، ينعكس على الحركة السياحية في سلطنة عمان، ينعكس على رفع القيمة السوقية للمنتج العماني. فنحن نعتبر أن هذه منصة إنتاجي عبارة عن وسيلة لدعم كل هذه الأهداف. جميل. طيب أتوقع اليوم ممكن اللي يسمعونا ذو يعني مشاريع سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى شركات عمانية موجودة معانا، نحس أن في أحد كذا تحمس شوية أنه يدخل في منصة إنتاجي. يمكن سؤالي الأخير خلال هذا اللقاء، يعني هل هذه المنصة مجانية أو خاضعة لرسوم معينة؟ مجانية. والله جميل صراحة هذا الدعم 100%. مجانية 100%، ومثل ما خبرتش نحن فعلا مؤمنين بأهمية وجود المنتج العماني ودائما داعمين له. جميل. حقيقة، وفعلا هي فرصة حتى للشباب لرواد الأعمال اللي حابين يبتدوا بزنس وباغين يعرفوا إيش الفرص المتاحة. ممكن هذه المنصة تساعدهم على أساس يبتدوا البزنس مالهم في اللي ناقص خلينا نقول واللي ما موجود حاليا. جميل جميل أمانة هذا الدعم الكبير من قبلكم اليوم. بدرية، إيش نصيحة اليوم ممكن توجهينها للشركات اللي موجودة معانا المحلية العمانية؟ والله أنا أعتبرها فرصة. أنا أعتبرها فعلا فرصة ذهبية لأن هي منصة جديدة فعلا. كنا جالسين ندعمها بقوة. هي منصة عمانية صممت بأيدي عمانية، دعمتها شركة عمانية حكومية. كنا قاعدين يعني بكل الجهود نحاول ان نبرز المنتج العماني الجيد. فانا اعتبر انها فرصه يعني فعلا فري. انزين. واهم نقطه بعد بعيدها بس هذه مهمه. اصلا اللي هم صاحبي القرار بيكونوا هم يعني المشتريات خلينا نقول. هم اللي بيكونوا يعني على تواصل مباشر بالمنصه، فانا كمقدم خدمه بيكون عندي فرصه بدل ما اتعامل مع فندق واحد اتعامل مع 24 فندق. جميل. فهذه فرصة جدا جدا نعتبرها صراحة ذهبية. فأنصح الكل اللي عنده كان مصنع منتج عماني أو عنده خدمات في قطاع سواء كان السفر أو السياحة أو الضيافة، فهي فرصة كبيرة أنه هو يسجل. وأنا أتفق أنه فعلا هي فرصة جدا كبيرة للمشاريع المحلية العمانية اللي موجودة معنا، وهذا إن دل فعلا على ثقتكم بالمنتج وجودة المنتج العماني. شكرا لش بدرية بنت عبد الرحمن السيابية مديرة إدارة الاستدامة والمحتوى المحلي بمجموعة عمران. شكرا لش لوجودك اليوم معنا. شكرا جزاك الله الخير. الله معك. شكرا.